برنامج شكسوك اي تفضل خويا صوروني نحب نحكي نحب تسمع اش باش تصور يهديك ربي اش باش تحكي وندر عليك ما هو نسقوا مع بعضنا هكاك تدخل تو كوري داخل نسيت اش تعرف والله غلط خذوا نكا خاصه حاجه خاصه حاله خاصه تفضل يا سيدي انا نسمع فيك انا قاعدين نصور صوروا وين هما سامش فاش تصوروا باقي ما تحوهاش السلعة المشومة هذه فاش تصوروا فاش تصوروا يا انا نصوروا انا قاعد نصوروا فيه يتكلم مش بصح بالله عليك بالله تصوروا والله نصوروا هاك تشوفها كاميرا وين مش وصل خلينا نعمل شرب لقي شيء والله نهار مبروك تفضل يا حاج تفضل شعل لك سيجار الساعة شعل سيجار يا معلم تشعل في سيجار وفي التلفزة راك مش بقى التلفزه ما تكيفش ما تكيفش التلفزه نعمل ضربات نفه وبر يا ودي شنو النفه يا حاج تكلم مش عندك انت وضح لنا النفه شنو تو حتى في الاستوديو النفه يا ودي لازم الواحد يعمر الطاسه نتاعه باش يعرف ايش يحكي تفضل احكي لا نفه لا دخان ممنوعه خويا نحب نحكي على البرنامج اللي عملوه نتاع شكشوك يا ندى انا شكشوك انا برنامج شكشوك انا برنامج داخل تابعه ولا مانيش تابعه تابع شنو؟ تابع الشكشوك، برنامج تاع شكشوكة يا ودي هاو قدامك أنت في برنامج الشكشوكة تو تفضل إيه نحكي عليك اللي عملوها السيسمة هي يا ودي نحكي عليك الشكشوكة، القانون بتاع الشكشوكة بتاع التشغيل الهرب شو؟ يا أخي كيفاش ما يكونش تعملوا في البرامج هكاك يا أخي شنو هو قانون التشغيل؟ إيه تاع من أصحاب الشهايد هذاك هذاك اللي طالت وطابت طالت بطالتهم اي طالت اي هذا تاع القانون هذاك مروا تاع أصحاب الشهايد أنت شو مدخلك أنت شو مدخلك؟ تاع أصحاب الشهايد يعجبك اللي طالت بطالتهم اي ني مش طالت ني طاا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 ا
سايس روحك سايس روحك سايس انت ما عاد من اصحاب الشهيد ايه ايش بيك هكا في حالك؟ لو تحبش نجيب لك الشهيد نوريهم لك الكل بس تصدقني يا رسول الله ايه انت هذوما تو معناتها القانون هذاك مروا جديد ايه نتاع اللي عنده 10 سنين وكذا فات بطال انت مقيد في بير الشغل شنو مقيد في بير الشغل؟ يا ودي مقيد في دفتر الخانه مقيد نية قريت معاه جد بو مدير مكتب الشغل جد قريت معاه هي وقيت بستيلو قيت بالإعلامية وين ماشي معاي وين وين راني مقيد مشيرات الكل يا رسول الله راني طاب اي توا ذاي قانون يا حاج توا احنا القانون ذاي مازال معناتها لازمه وميزانيه ولازم يرصدوا له معناتها يمروه الساعه ولازم برشا معناتها جلسات ولازم معناتها مشرفين عليه ولازم لجان تتكون وتنبثق عليها لجان وانت إيه؟ لازم تتوفر فيك الشروط الكل. خويا ما هذا كله متوفرت فيه الشروط هذه كل هش نعمل متوفر الشروط؟ يا اخي اش طالبني يا رسول الله؟ ولادي راني ما طالب حتى شيء، ولادي راني شاركت في المناظرات الكل، ولادي راني تعبت، رجالي تهرت من الادارات، ولادي. هي هذه راني مشاكل برشا شباب وبرشا انت تو. ولادي ما عاش في، ولادي راني مش نموت. راني مش نموت ولادي ولادي حتى نهير والله نخدم نهير في الواحد راني حاسب روحي مش نموت راني خدموني حتى نهير معمولكم الربي ليه ايش عملت لكم نموت يا حاج حاج تو انت معناتها احنا تو ماناش بيرو شغل يا حاج ان شاء الله معناتها تخدم قبل ما تموت ماذا بينا نحقق لك الامنيه نتاعك نجم نبلغوا لك صوتك من خلال برنامج شكشوكه نتوجه معناتها بنداء للحكومه الشكشوكه نتوجه بشكشوكه للحكومه نتوجه بنداء معناتها للحكومه صويتي وصلوا لصويتي ان شاء الله معناتها ان شاء الله معناتها نلقوا شكون يتبع في البرنامج وان شاء الله نلقوا شد روحك شد روحك سايس روحك ان شاء الله بحول الله تخدم بحول الله تخدم باهي لحظه لحظه يظل لي عندك مفاجاه يظل لي ان شاء الله خير لا عندك مفاجأة كبيرة لو خياني يقولوا لي عنا ضيف شكون يتابع في البرنامج في المباشر تطلعت المرأة من اللي قلت لها مستدعيني في برنامج ولا نمشي البرنامج لا مش المرأة عنا سيدي مفاجأة كبيرة مفاجأة كبيرة اللي كنتي من خلال البرنامج نتاع الشكشوكة هذايا ثم شكون قاعد يتبع في البرنامج ويقولوا لي لو خيان انه معناتها حل ضيف علينا لنا جاب روحه وان شاء الله يظل لي امنيتك
مرحبا بك السيد وزير التشغيل. مرحبا تشرفنا. مرحبا بك سيد وزير التشغيل. اش احوالكم؟ السيد وزير التشغيل بروحه حضر كان يتبع في البرنامج. هاي مبروك عليكم الاستديو هذا. مرحبا بك سيد وزير. يا سي يا سي شو اسمك انت؟ يا سي جدر. يا سي جدر يا سي جدر فيق 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 ما تدوخش ما تدوخش. هذه مفاجأة كبيرة. السيد الوزير التشغيل بروحه. السلام عليكم. نشكروك على الحضور نتاعك. انا جيت نشكروك معناتها قاعدة. شكرا لك يا سيد الوزير. ما عندك سو. لاباس لاباس الحمد لله. رئيس انا مش نموت يا سيد الوزير. ترضاش وزير يموت؟ خلي سيد في عهدك يا سيد الوزير. لحظة كنوضحوا خلي تكلاش من الهف ثقافة الوزير. خلي سيد الوزير مرحبا بك وبيكم. نشكرك على الحضور نتاعك سيد الوزير من خلال برنامج شكشوكه. يظن كنت تتابع في المباشر في المواطن. كنت اشوف فيه كنت اشوف فيه وانا على ذكر برنامجكم. برنامجكم معناتها باهي ومحبوب هكا وفي شويه حبكه هكا باهي. تشكروا بعضكم مش نموت بيناتكم تشكروا في بعضكم. برنامج باهي واحد استنى سيد وزير احضر بالذمه معناتها باش توضح لنا على الموضوع هذا بتاع التشغيل. شوف العزيز انا جيت هنا بالذمه باش نوضح لكم ان الحكومه راهي قاعده ساهر على خاطركم انتوما وتخدم معناتها ومشكلتها الوحيده اللي البطاله هذه مسؤوليتها معناتها البطال معناتها مسؤولية الحكومة هذه في رقبتنا نحن معناتها قدام ربي معناتها قاعدين ساهرين على ملف التشغيل. ولا حليل مش يحطوا على كرايمهم. تو السيد الوزير احضر يا سي جدر ولا شو سماه. خلينا نوضحوا الحكاية. باهي سيد الوزير انتم معناتها شنو هو الاستراتيجية نتاعكم مثلا تو مواطن قلت هذا جا عندهم استراتيجية. احنا شوف خويا باش ما غلطوش الرأي العام. القانون هذا يحب له شويه وقت باش نشوفوا له الميزانيه نتاعو معناتها باش نشوفوا كيفاش نتسلفوا. سلفوا سلفوا سيد الوزير. ها تستلفوا ما يديش ما دبرتوا روسكم واستلفتوا. ها مش يستلفوا. ها مش نتنها تقول ندبروا روسنا خير. نتنها مع الوزير التشغيل هذا علاش يظل ما خدمتش. قلت لي عندك قفه شايد. والله عندي قفه شهيد كان جيبها لك، اما لا غالب القفه والصبه ما هي صنعتي ما نجمتهاش. وهذاك علاش ما خدمتش؟ تسكت خلينا نفهم. السيد الوزير لو توضح لنا معناتها تو مواطن من هذايا وانت تو يظل جبت لنا القانون معناتها نتاع التشغيل هذا اللي مر على المجلس. مواطن كمان هذايا زاد من الذين طالت بطالتهم ياس. نجموش نخدموه قبل ما يموت هاك تشوف فيه الراجل وجهه اصفر. ما تقوليش عمره ما خدم. مريض عمره ما خدم معناتها تو راجل في حاله اموره تعبه. اي قاعد قال لك مسجل حتى في دفتر خانه مش في بيرو التشغيل. خلاص سجلوا بستيلو ومن بعد قالوا سجلوا بالاعلاميه في بيرو الشغل. اي الى متى مش يبقى الراجل ما ينجم. تنجموش تخدموه يقول لك حتى نهير حلم حياته باش يخدم. ماك تعرف سيد هو رئيس الحكومه وطلعها وجينا واحد اخر فهمتني؟ ظلبتوا طبعا وزراء ديما ظلبتوا راه متظلبيت كل حنش ما تنجمش تشد. ساعات مش تتكلم مع الوزير مش تتكلم مع الوزير. يا اخي جاني على خدمه دخلها. سيد الوزير تو انت معناتها تو وزاره التشغيل تو في الكا هذيا فهمنا وزاره التشغيل. وزاره التشغيل لحظه وزارة التشغيل تو انسان ماشي يموت شنو دورها وزارة التشغيل؟ انت على راس وزارة التشغيل شنو دوركم؟ واش وزارة التشغيل ما تشغلش وماهيش مسؤولة تندب على فادي مالك تعمل اش تعمل تندبهم اش تعمل وزارة التشغيل؟ يسكت خلنا نفهموا خلنا نفهموا ما تشغلش قال لك ما تشغلش باهي خلنا نفهموا خلنا نفهموا الموضوع معناتها وزارة السيد الوزير تقول لي وزارة التشغيل ما تشغلش شنو قاعدة تعمل؟ وماهيش مسؤولة على التشغيل احنا قاعدين معناتها نعملوا في جلسات ونشوفوا في المشاكل اللي يلزمنا نعملوها للمواطن للبطال. اي البطال باهي بطالك من هذا من اصحاب الشهيد شنو نجموا نعملوا له؟ يحب يحلم باش يخدم نهار في عمره شنو نجموا نعملوا له باش توعدوا انت؟ والله تو نشوفوا له نخدموه حتى نهار حتى نشوفوا له ما نعرفش عساس في الغابات ولا نحطوه في الشعامبي ولا يعس غادي وش يعمل؟ من اصحاب الشهيد قلنا السيد الوزير هذايا معناتها باش تخدموه. وين الشهيد؟ عنده شهيد هو؟ عنده قفه شهيد موجوده الشهيد اللي عنده موجود اوراقك كلها موجوده عنده مكتب التشغيل متوفر فيه الشروط كلها متوفره فيه راه من طالت بطالتهم هذايا طالت لين طاب من البطاله. باهي ما فما حتى مشكل معناتها يحضر الوثائق اللازمه معناتها يلزم يحضرها ويجيبها
شنو مثلا معناتها الوثائق؟ معناتها الوثائق وكل موجود نتاعو معناتها باش عمل الشقراه ونوصل وبالاخص خاصه البطاقه عدد ثلاثه معناتها تري امبورتون معناتها اكيد معناتها بطاقه عدد ثلاثه نهرب شو؟ شو؟ تحب لها ثلاثه شهور بطاقه عدد ثلاثه ثلاثه شهور باش تطلع تو السيد الوزير عمري شاشية يخدموا تو لحظه لحظه تو عمري شاشية تو السيد الوزير كما يقول لك انسان قلت لك مش يموت الراجل مش يموت يحلم باش يخدم النهار علاش بطاقه عدد ثلاثه شوفوا كيفاش ندخلوه معناتها والله باش نقول لك نوع هذاك عايش سيد الوزير عايش 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 نلخصوا معناتها لجنه معناتها لجنه لحظه لحظه خلينا نسمعوا السيد الوزير لحظه نعملوا لجنه على خاطره هو معناتها شو تعملوا؟ لجنه نخصوا لجنه على خاطرك انت ما تحب لها شويه وقت معناتها من هنا هذه زعما خمس سنين سيد الوزير علاش خمس سنين؟ خمس سنين سيد الوزير انت باش لحظه عاد خلينا نفهموا الموضوع لحظه عاد وتحب تخدم لحظه عاد علاش خمس سنين سيد الوزير علاش؟ سيره راك باش تجلس وتشوف الميزانيه نتاعك يا خالته لا هو السيد الضاي طالب نهار خدمه في الوظيفه العموميه نهار خدمه ما غير ميزانيه قال لك تخدم يحلم باش يخدم نهار على الاقل يلزمها من هنا العام 2024 معناتها 2024 ان شاء الله معناتها نشوفوا له حل معناتها نجموا نقربوا كان 2024 احنا توا ما نجموش عندك الحق لو عندكم الحق لو تخيلوها مسيبك هيك الحق سيدي وزير 2024 معناتها نجموا نخدموا وزير حل وحيد باش يخدم نهير كان في 2024 2024 مرحبا